أيام قليلة بتفصلنا عن رمضان، وجبة درامية متميزة متنوعة جدا بتقدمها لنا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان 2024. مسلسلات بتجمع ما بين الكوميدي والتاريخي والاجتماعي، وبتخاطب كل الشرائح العمرية وتقدم رسالة تنويرية هادفة للمجتمع المصري. الحقيقة أنه التميز السنة دي مش بس على مستوى العدد، لكن كمان على مستوى الجودة وصناعة الإبداع، وأيضا تنوع النجوم اللي بيشاركوا في مسلسلات رمضان. بنشوف كتير منهم دايما بشكل غير مألوف وجديد في رمضان السنة دي. 18 عمل درامي، يعني ده من إنتاج طبعا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. دراما يعني بنتابع بقى في وجبه كده كبيره قوي، محتاجين نقعد ونركز ونعرف تفاصيلها وملامحها. نتكلم عنها بالتفصيل مع ضيفنا الناقد الفني الاستاذ احمد سعد الدين. منورنا في الاستوديو. صباح الخير يا مصر. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. أهلاً. احنا في البدايه قبل ما نتكلم عن المسلسلات الرمضانيه والموسم الرمضاني، حضرتك ليك تعليق على ليلى مراد؟ طبعا ليلى مراد دي هي يعني شوف من نهايه الثلاثينيات حتى بدايه الخمسينيات أفضل مطربة اتعمل لها أفلام، وأفلامها كانت بتبقى باسمها. صحيح. يمكن الوحيدة في تاريخ السينما. ليلى بنت الفقراء. ليلى مراد. وليلى مراد كانت أكبر نجمة، والناس بتدخل لها عشان تشوف كمان تسمع صوتها والاستعراضات ولا آخره، فكانت هي المهيمنة على سوق السينما في الفترة دي. هنا أنا كنت بتكلم على حاجة غريبة جداً. أنا لو سمعت صوت نجيب الريحاني مش صوت يغني يعني هو مش صوت يغني خالص، ولكن شوف البراعة هنا من مخرج ومؤلف إزاي يوظفوا هذا الصوت مع أفضل صوت موجود في الوقت ده. جميل. إزاي تعمل كثنائي، لأن الاتنين كانوا نجوم كبار. ليلى مراد تصدر اسمها الأفلام وتصدرت أفيشات السينما لمدة حوالي من 10 ل 12 سنة، كانت هي رقم واحد. وحتى الآن وهنا بنتكلم على الفن الأصيل. صحيح. بيعيش. صحيح. كل أعمال ليلى مراد أو كل أغانيها كمان لحد النهاردة عايشة معانا. الدليل على ده وهي بتغني دلوقتي مع نجيب الريحاني، احنا فاكرين الكلام احنا بنغني معاها بنرد دراها الكلام الجميل والدويتو اللي كان بينها وبين نجيب الريحاني. ندخل مع حضرتك بقى كده للخريطة الرمضانية، وجبة عامرة بكل الأصناف والألوان الجميلة في الدراما، ونبتدي مع مسلسل الحشاشين. إنتاج ضخم، مسلسل تاريخي بيلعب على منطقة مهمة جدا في التاريخ الإسلامي، فريق أو فرقة الحشاشين اللي أسسها حسن الصباح، وفرقة مهمة جدا في التاريخ الإسلامي. نص عبد الرحيم كمال، بطولة كريم عبد العزيز. شايف المسلسل ده إزاي؟ قبل الحشاشين بخطوة كده تعالى نشوف حاجة مهمة جدا. خلال سنوات طويلة فاتت كنا بنشوف على الشاشة معظم المسلسلات جاية الخناقات والبطل الشعبي، وفي أوقات بتوصل للبلطجة، ولكن الهدف الأساسي من الدراما التلفزيونية لا، ده الدراما بتدخل بيوت، يبقى لازم أقدم شيء ليه قيمة. القيمة دي ابتدت خلال الثلاث سنين أو الأربع سنين اللي فاتوا تختلف، نبتعد عن أمور كتيرة جدا ما تظهرش على الشاشة، وابتدينا نقدم مضمون. هذا المضمون جاب نتيجة خلال السنوات اللي فاتت. السنة دي احنا عندنا مجموعة مسلسلات متنوعة، على رأسها مسلسل الحشاشين. مسلسل الحشاشين يعني اقدر اقول ان هو من اكبر المسلسلات، واللي احنا بنتوقع له نجاح السنة دي ان هو هيبقى مثلا ما بين رقم واحد وواحد مكرر، مش نقول اتنين، لان كمان الاسماء الموجودة على التتر صعبة. نتكلم في عبد الرحيم كمال. وقبل ما نقول بطولة مين، نجاح العمل أساسا عمود فقري للعمل الورق. والسيناريو الورق. فلما بقول قصة عبد الرحيم كمال يبقى هنا جزء من النجاح مضمون. كريم عبد العزيز هو رقم واحد على الساحة الفنية، كنجم كبير جدا سواء في السينما أو في التلفزيون، وهو كمان كريم بيمتاز باختياراته، مش بس بأدائه، لا، اختياراته للأعمال اللي بيعملها تبقى جميلة جدا، باحترامه كمان اللي بيقدمه، دايما بيكون حريص انه يمتلك أدوات الشخصية بشكل كبير. لو جيت اشوف أعماله مش كتير بس ليها قيمة. صحيح. فمن هنا ده جزء من النجاح طبعا.
الحكاية مش إن أنا أقدم 100 عمل صحيح، لكن ممكن أقدم 5 أعمال لهم قيمة. كريم من هذه النوعية. ما ننساش إن ابن محمد عبد العزيز مخرج كبير طبعاً. وعمه مخرج أستاذ عمر عبد العزيز، يعني أسرة فنية بالكامل. هذا المسلسل بيتكلم على فترة كده في التاريخ، وده مسلسل تاريخي يعتبر. هذه الفترة وده اللي احنا كنا بنفتقده لفترات كتيرة، احنا ليه ما بندخلش ما بنقدمش ثقافة للمشاهد؟ دي حاجة مهمة طبعا، لان احنا قبل كده قدمنا اعمال من هنا من اتحاد الاذاعة والتلفزيون، الزيني بركات وغيره وغيره، اللي هو ايه فترة من التاريخ انا بقدمها مش ترفيه بس، لا تثقيف وعي بالظبط. فمن هنا احنا مستنيين ما سيحدث في هذا العمل، لكن الشكل العام والإنتاج الضخم بيقول لنا ان ده هيتصدر على الأقل في الفترة دي. طيب، من كريم عبد العزيز لخالد النبوي وإمبراطورية ميم. كمان خالد النبوي الحقيقة من النجوم كمان زي ما بيطلق كده باللغة الدرجة البسيطة حريف، دايما بيبقى عارف هو بيقدم الشخصية من أول نظرة العين لتون الصوت الحركة نفسها. دايما بالنسبه لنا خالد النبوي عارفين انه موجود، يعني عمل اكيد هو خالد يمتاز برضو زي ما اتكلمنا عن كريم. خالد يمتاز يمكن هو اقدم من كريم ماشي، بس هو ممثل جيد جدا كممثل قدرات، في نفس الوقت جزء كبير من نجاح اي فنان معرفته بقراءه الورق اللي قدامه. يعني لما بنشوف اختيارات خالد النبوي هنلاقي اختيارات جيده على مر الايه السنوات الماضيه، حتى ان راجعين يا هوا صحيح طبعا كان من افضل صحيح. المسلسلات الموجوده هو اداء كان جيد جدا. لما عمل رسائل الامام الشافعي برضو كانت طبعا حاجه جميله. التحول من منطقه لمنطقه بيبرع فيها خالد النبوي كممثل. فهنا بقى يقدم لنا امبراطوريه ميم، ولكن امبراطوريه ميم ما ننساش انه بيلمس معانا الفيلم والروايه بتاعت احسان عبد القدوس كمان الروايه والفيلم تمام. انا هنا ليا راي مختلف في ايه. طالما انت واخد عن روايه ناجحه وكان معمول عنها فيلم ناجح، ممكن تغير اسم العمل وتكتب ان هو مستوحى من ايه. ليه؟ لان انا ساعه ما يتقال لي امبراطوريه مين انا هروح لفاتن حمامه، هروح لاحمد مظهر، هروح مش عارف مين لمين. مش عايز المقارنه، لان انا بتكلم على مسلسل هيتعمل بعد 50 سنة من نجاح الفيلم ومع ذلك ينجح. بس المهم الاحداث ازاي ايه انا موظف للزمن الحالي. لكن انا لو اخدت عن الفيلم هتبقى مشكله. طيب، من خالد النبوي لياسر جلال، والمتتبع لياسر جلال خلال المواسم الرمضانيه اللي فاتت بيتفوق على نفسه، كل سنه بيقدم شخصيه باسلوب مختلف. السنه دي هيقدم لنا استاذ احمد عمل مستوحى من الف ليله وليله، فانتازيا تاريخيه، جودر الصياد برضو مساحه جديده، جودر الصياد مساحه جديده في الدراما، انتاج كمان ضخم للمسلسل. لا، احنا نتوقف قدام ياسر نفسه كياسر كفنان. ياسر جلال انطلاقته في بدايه التسعينيات كانت قويه جدا، ولكن جه فترات كده كان ابتعد، لكن عاد مره اخرى. بس الصعوبه اللي ياسر بيقدمها دلوقتي او بيواجهها دلوقتي، ياسر عمل اصعب دور في الدراما خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا. اختيار الاختيار ومش اختيار عادي، اصل انت على تاريخنا اللي موجود احنا ما بنعملش رئيس جمهوريه في السلطه. صحيح. دايما بيبقى رئيس سابق او راحل او ايا كان، ويمكن برع فيها احمد زكي، محدش يقدر يجي جنب المنطقه دي. السادات وناصر. بالظبط. لكن لما ياسر عمل الشخصيه، كانت شخصيه معموله بشكل جيد جدا. كان لازم بقى هنا الخطوره، ويمكن هو اشتغل عليها ببراعه، ان عشان يخرج من هذا الشكل لازم يقدم شخصيه بعيده تماما عن اللي هو عمله. وده كان ذكاء ياسر. صحيح. فانا بحيي ياسر لان الحقيقه بيفكر بشكل جيد جدا وماشي بخطوات بطيئه وثابته مش متسرعه. صحيح. فماشي بخطوات جيده.
احنا بنتكلم على الف منبثقه من الف ليله وليله، ولكن انا عندي ثقه في ياسر برضو بيقرا الورق بشكل جيد وهو ممثل جيد جدا، فربنا يوفقه. طيب خلينا نروح بقى للبطلات. في انت متحيزه ماشي. ده انا بقالي ولما عماله اتكلم هو على الابطال. نروح بقى شويه للبطلات. يعني في نيلي كريم فراوله، في ريهام حجاج صدفه، ويمكن العملين دول هو قالب اجتماعي خفيف. قالب اجتماعي، لو جينا نقول قالب اجتماعي وبطوله نسائيه، انا عندي نيلي كريم على مدار ال 10 15 سنه اللي فاتوا، بدايه من مسلسل ذات تقريبا بنت اسمها ذات وسجن النساء ومرورا بحاجات كتير، قدمت نيلي كريم اعمال اجتماعيه ممتازه وبرعت في اداء الشخصيه بشكل كبير. فقدمت اعمال متنوعه، يمكن فتره كده كنا بنقول ايه، بس الاعمال اللي هي بتقدمها تقيله شويه كئيبه شويه، تراجيدي، فيها تراجيدي كتير، فيها دراما غريبه، ولكن هي بارعه في تقديم. لا ولما عملت 100 وش كانت لطيفه جدا. 100 وش ده موضوع تاني يعني، بس احنا بنتكلم على 100 وش، احنا عايزين نخرج. بتحاول تخرج، محتاجين 1000 وش عشان نبطل الدراما بالظبط. ولكن نيلي كريم كممثله في الدراما تحديدا كمان، لا من ممثلات الصف الاول وبتقدم دراما جيده جدا لانها ممثله قويه. أول بطولة يعني مطلقة لأحمد العوضي، حق عرب إنه يشيل زي ما بيقولوا كده بلغة الفن المسلسل كله بنفسه، حق عرب أحمد العوضي، شايف المسلسل إزاي؟ والله أنا هرجع هنا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون زمان أيام قطاع الإنتاج، كان عشان يعمل بطل كان صناعة البطل إن أنت بتخليه يشترك في بعض الأعمال المتدرجة من مشهد واحد إلى الدور الثاني ثم بعد كده ينطلق كدور أول. تعال شوف أحمد العوضي في خلال الأربع خمس سنين اللي فاتوا، هنلاقي إن في نقلات في حياة أحمد العوضي، النقلات الفنية كان فيها خطوات للأمام، وفعلا نجح وعمل دويتو فترة مع ياسمين، وفي الوقت الحالي أحمد العوضي يستطيع أن يقدم ويشيل مسلسل. الأهم من كل ده مش ان هو يبقى نجم الصف الاول، لا نقول هيقدم ايه، ده السؤال الاهم. اللي شوف اللي هيخلي العوضي نجم ولا مش نجم الورق المكتوب. فاتمنى ان تكون اختياراته جيده وتساعده في الفتره الجايه، لان اي واحد يصل الى النجوميه هو مكسب للدراما المصريه طبعا. طيب بيت الرفاعي، امير كراره. امير كراره اثبت نفسه، يعني مش محتاج لسه ان هو يثبت نفسه تاني، لان امير كراره على مدار العشر سنين اللي فاتوا متواجد من حواري بوخارست الى الكلبش الى الاختيار الى غيره لغيره، الحقيقه هو بيقدم اعمال جيده، بس بيغلب عليها هو بيحب كمان الاكشن شويه. فبيغلب عليها الايه؟ الشكل ده او الطابع ده. نتمنى له النجاح، ليه؟ لان احنا بنتكلم دلوقتي اتكلمنا على الدراما واتكلمنا على الاكشن، ما هو في تنوع. المائده جميل، ما فيهاش نوع واحد. والمائده ما بتكملش الا بالكوميدي، الكوميديا دايما ده اللي احنا نتمناه، طبق مهم جدا وبنحبه جدا في رمضان. السنه دي في الكوميدي في بابا جيل لاكرم حسني، وللموسم الثامن الكبير قوي لاحمد مكي، شايف المسلسلين ازاي؟ وكمان سؤال لحضرتك، التحدي لاحمد مكي انه 8 مواسم مستمره نفس الشخصية، ازاي ممكن يقدم جديد وازاي يثبت نفسه لتمن سنة على التوالي؟ يعني تعالى نبتدي بأكرم حسني. أكرم دمه خفيف، بيقدم أعمال لايت كوميدي بشكل جيد، بنضحك دايما لما بنشوفه، يعني بيبقى بيدي شكل كوميدي كده أو بهجة للي بيتفرج عليه، فنتمنى له النجاح. نرجع بقى للكبير قوي، 8 مواسم مش ده كتير. النقطة الأساسية، أحمد مكي لما قدم الجزء الأول والجزء الثاني من الكبير قوي الناس أعجبت بيه قوي، بس جينا في فترة كان حصل اختلال صح بشكل كبير، لحد ما وصلنا الجزء السادس جت شخصية جديدة اللي هي مربوحة شالت العمل بشكل جيد،
وكان في كمان الناس ابتدت تتكلم على مهرجان المزاريطه والحاجه دي، كان جميل جدا. لما جه يقدم الجزء فرصه كمان للي حواليه، يعني برضه من ميزه هو ده من ميزه احمد مكي اللي حواليه بيلمعوا يعني سلام وهشام والمجموعه دي الحقيقه ظهروا. لكن في الجزء السابع لم يحقق النجاح الكامل، نتمنى له النجاح في الجزء الثامن، بس نتمنى وده الاهم يخرج بقى من الشخصيه دي خالص ويقدم حاجه جديده ما افضلش فيها على طول. خاصه ان مكي برغم ان احنا بنقول كوميديان جيد، مكي من سنتين لما عمل الاختيار كان صحيح. رقم واحد، يعني هو كمان في التراجيدي صحيح. ممتاز، غير بقى عشان ما توقفش على شخصيه واحده، 8 اجزاء كتير. نتمنى له النجاح بس محتاجين الجديد في الفتره الجايه. سريعا جدا، مين النجم اللي النجم او النجمه اللي بتراهن عليهم او متوقع لهم ظهور مختلف السنه دي؟ حسب سني انا كراجل قديم او بحب الناس القديمه، لا هو انا متوقع للنجم الكبير استاذ يحيى الفخراني. ليه؟ هذا الرجل على مدار 35 سنه في التلفزيون اختياراته دايما بتكون صحيحه. صحيح. وبعدين يحيى الفخراني في وشه كده في قبول غريب. صحيح. التقائه السنه دي مع المخرج ماجده ابو عميره، اخر عمل ليهم كان حماده عزو، تربى في عزو. اجمل الاعمال. من كم سنه ده يا فندم؟ 15 بالظبط، من 2007 او 2008، يعني اكتر من 15 سنه. ولكن الاهم من كل ده يحيى الفخراني بيحترم الورق. صحيح. فهيقدم كوميديا موقف، مش كوميديا افيه. جميل. فهتعيش. فنتمنى الاعمال الدراميه يكون فيها ازدهار وتكون صاحبه رساله. جميل. وكمان طبعا عمل عتبات البهجه للروائي ابراهيم عبد المجيد، نص روائي كمان مهم جدا ليحيى الفخراني هيقدمه في رمضان. بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا. نورتنا وشرفتنا وتحليلات جميله كده لمسلسلات رمضان. الناقد الفني الاستاذ احمد سعد الدين، صباح الخير عليك. صباح الفل. شكرا لحضرتك يا فندم.